وصل البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك إلى القاهرة برفقة معاونيه لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد توليه قيادة الفريق رسمياً. كان الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع فيريرا لتولي تدريب الفريق لمدة موسم ونصف الموسم، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفرنسي الفني السابق. فاز الزمالك على ضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة 12 من الدوري الممتاز، وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز العاشر. تعادل الإسماعيلي مع ضيفه فاركو بدون أهداف في الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة اكتفى الإسماعيلي بإضافة نقطة إلى رصيده الذي أصبح 5 نقاط يحتل بها المركز الأخير. وفي المقابل ارتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة في المركز السابع. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث فاز البنك الأهلي على ضيفه مصر المقصة بهدف دون رد، ووصل البنك الأهلي للنقطة 17 ليتقدم للمركز الخامس، بينما توقف رصيد مصر المقصة عند النقطة 9 في المركز 15. وفي البطولة نفسها يستضيف الأهلي غدا فريق بيراميدز، بينما يحل سموحة ضيفا على سيراميكا كليوباترا، ويلتقي إنبي مع إسترن كومباني. يستضيف ليفربول الإنجليزي غدا فريق إنتر ميلان الإيطالي في إياب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى بالدور ذاته يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ريد بول سالزبورغ النمساوية. وختام أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى يوسف ونهى، إليكما.